الدواجن المجمدة إنتاج محلي بسعر 65 جنيه، واللحوم الطازجة السودانية بسعر 115 جنيه، بيض المائدة بسعر 68 جنيه، للكرتونة 30 بيضة، والبيض الأحمر مغلف بسعر 74 جنيه. تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية. وتطرح وزارة التموين السلع بأسعار مخفضة 20% زي ما قلنا لحضراتكم عليها دلوقتي، مش هنعيدها تاني. بس في كمان رز أبيض معبق بسعر 10.5 للكيلو على بطاقة التموين، والرز الأبيض المحلي بأسعار تتراوح من 14.5 ل 15، والرز أبيض محلي فاخر بسعر 16.5 بنسبة كسر لا تتعدى 3%. وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذها في كافة أنحاء البلاد. ودي كده دور جهاز حماية المستهلك في بث رسائل توعية للمواطنين عبر المحمول حول كيفية التقدم بالشكاوى ضد أي مخالفات، كما تضمنت الرسائل التأكيد على المواطنين بضرورة الاحتفاظ بالفواتير للحفاظ على حقه في حال وجود أي عيب أو مخالفة تتعلق بعمليات الشراء. يعني جهاز حماية المستهلك يبدأ يبعت رسائل توعية للناس على أرقام الموبايلات اللي إحنا مسجلينها مع بطاقات التموين علشان خاطر يفهم الناس انه احتفظ بالفواتير بتاعه حضرتك، واي مخالفه هتلاقيها هتتصل بالخط الساخن 19588 او من خلال الموقع الالكتروني للجهاز. يبقى احنا كده عرفنا لو في عندنا اي مشكله في اي سلع تموينيه او ما لقيناش الاسعار موجوده زي ما هم بيقولوا كده، يبقى احنا هنتصل بيهم هم يتصرفوا. احنا كل المطلوب ان احنا نلاقي احتياجاتنا بالاسعار دي، لان الاسعار التانيه ما بقتش في متناول اي حد نهائي. الخبر اللي بعد كده معنا بيقول: تفاصيل صادمة في واقعة ذبح شاب زوجته والتقاط سيلفي مع جثتها. أغرب قضية وأغرب جريمة ممكن نشوفها. كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل جديدة صادمة حول واقعة قيام زوج بذبح زوجته بالد أهلية والتقاط صورة سيلفي مع جثتها ثم قام بإرسالها إلى أهلها، كما ظهر المتهم في مقطع فيديو في بث مباشر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قتل زوجته ومعه بناته الثلاث. وقال انه قتل زوجته لانها كانت تريد قتله بمعاونه شخص اخر، قائلا: انا بحب بناتي ومش هتنازل عن شقتي، مش هنزل من شقتي الا لما يجي حد يصور معايا من القنوات ويعرف قضيتي ويعرف ايه اللي وصلني لكده، وانا في الوضع ده ليا كل ده علشان ثلاث بنات نفسي اكون معاهم في الدنيا، سواء انا حلو او وحش، وبتمنى اعيش معاهم ومحدش رحمني. واشارت وزاره الداخليه في بيان لها اليوم ان السبب وراء اقدام الزوج على قتل زوجته هو الخلافات الزوجيه، مضيفه ان المتهم ذبح زوجته من الرقبه داخل محل السكن واحتجز بناته الثلاث بعمر 3 سنين 6 سنين 9 سنين حاملا سكينا، وهدد بقتلهن وادعى تعديه على زوجته لخلافات زوجيه بينهما. وتابع ان رجال الامن تمكنوا من السيطره على المتهم وضبطه السلاح المستخدم في ارتكاب الواقع وتحرير الأطفال. وفي وقت سابق من صباح اليوم تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بقيد يفيد بقتل رجل زوجته ذبحا والتقاط مجموعة من الصور بجوار الجثة وإرسالها لأسرة ضحيته. بصراحة مش عارفين إيه حكاية القتل في البث المباشر، كل اللي عايز يقتل حد يعمل بث مباشر بالقتل، مش عارف ده إيه بصراحة. يعني ما عادش حد فاهم، كل يوم نلاقي واحد بينتحر ويعمل بث مباشر يقتل زوجته ويعمل بث مباشر. أنت ما خدتش حاجة خالص مهما كانت الخلافات الزوجية، طلقها وديها عند أهلها بدل ما كنت تبعت صورتها وأنت ذابحها لأهلها، لا كنت تبعتها لأهلها خلاص ما فيش أي مشكلة خالص، طلقها. صورة البنات وهم ما جنبه مناظر بصراحة توجع القلب. مش عارفة انت عملت كده ليه ايا كان الخلافات اللي كانت بينكو، زي ما قلت لحضرتك يعني طلق مفيش حل تاني. مش عارفة، ربنا يعوض البنات دول عن امهم ويديك اللي انت عملته هيتردلك ويصبر اهلها. كده معنا بيقول: كارثة جديدة وضربة قاسمة في اسعار الدواجن اليوم، والفرخة زادت 26 جنيه خلال يوم واحد. الفرخة الواحدة قفزة جديدة سجلتها اسعار الدواجن اليوم، لتكون الأسعار الجديدة بمثابة ضربة قاسمة للمواطنين الذين استغنوا تدريجيا عن بروتين الغلابة بعد ارتفاعه التاريخي منذ عدة أسابيع. وفجر أبو أدهم أحد تجار الفراخ مفاجأة عن الارتفاع الجديد لسعر الفراخ البيضة اليوم، مشيرا أن الفرخة الواحدة زادت بمعدل 26 جنيه خلال يوم واحد فقط، 26 جنيه زيادة على الفرخة. وقال التاجر في تصريحات خاصة للمستقبل إن الفراخ البيضة كانت تباع بالأمس 47 جنيه ثم بدأ التعديل ليصل حجم الارتفاع اليوم إلى 13 جنيه في الكيلو الواحد، أي معدل 26 جنيه زيادة في الفرخة وزن الاثنين كيلو. كما أضاف أن سعر كيلو البني اقترب اليوم من 150 جنيه حتى أرجل الفراخ وصلت ل 30 جنيه للكيلو.
اسعار الدواجن، صعد سعر الفراخ البيضه الى 65 جنيه للكيلو، وارتفع سعر الفراخ الساسو الى 68 جنيه، كما ارتفع سعر الفراخ البلدي الحر الى 70 جنيه، ووصل سعر الفراخ البلدي الفيومي الى 70 جنيه، وسجلت امهات الفراخ الساسو نحو 39 جنيه للكيلو. بالنسبة للكبد والقوانص ب70 جنيه، والأوراك ب67 جنيه، والدبابيس ب70 جنيه، والصدور بالعظم ب70 جنيه، والصدور المخلية ب140 جنيه للكيلو، والشيش طاووق بسعر 145 جنيه، الأجنحة 52 جنيه ونص للكيلو، أجنحة الفراخ ب52 جنيه، وأرجل الفراخ ب30 جنيه. أنا أعتقد إن من القايمة اللي فاتت دي كلها الناس هتشتري بسعرين اتنين، أجنحة الدجاج 52 جنيه، والطبقة اللي بعدها على طول هياكلوا رجلين الفراخ ب30 جنيه. الله يعوض على المصريين. الخبر اللي بعد كده معانا بيقول: لا تخرجوا الا للضروره، الامطار الرعديه بيان عاجل عن ساعه الذروه والطقس اليوم، الطقس السيء اليوم. كشفت الارصاد الجويه ان موجه الطقس السيء التي تعرضت لها القاهره والمحافظات من امطار وانخفاض شديد في درجات الحراره ستستمر على مدن السواحل الغربيه والشرقيه للبلاد، وكذلك جنوب وسط سيناء وخليج السويس، وكذلك محافظات دمياط وكفر الشيخ والقليوبيه والدقهليه، بالاضافه الى بعض المناطق المتفرقه من الجيزه والمنطقه ومنطقه طي البحر الاحمر وحلايب وشلاتين. اضافت هيئه الارصاد الجويه ان سقوط الامطار ستكون متفاوته الشده الى رعديه احيانا على مدن السواحل الغربيه للبلاد، على ان تصبح بين متوسطه وخفيفه كلما اتجهنا الى داخل محافظات الدلتا، وذلك بسبب تاثر البلاد بامتداد منخفض جوي على سطح البحر المتوسط في مواجهه منخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا. ونشدت المواطنين عدم الخروج من منازلكم الا للضروره. عارفين ان في الفتره اللي جايه هيكون في ذروه لحاله الطقس السيء. طيب اكتر ناس بيتاذوا في الموضوع ده يا جماعه وبتبقى عندهم ذروه في الطقس السيء هم اسكندريه. عن حاله الطقس، محافظه اسكندريه اكدت انها ستشهد سقوط امطار بين متوسطه الى غزيره، ومؤكده ان اليوم سوف تهدأ الامطار ويستمر انخفاض درجات الحراره، وطلبت المواطنين بضروره ارتداء الملابس الثقيله وعلى قائدي السيارات اتخاذ كافه التدابير اثناء القياده. الخبر اللي بعد كده معانا بيقول: اول تعليق رسمي بشان تداول شيبسي بطعم رجول الفراخ. تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخباريه خلال الفتره القليله الماضيه صور لاكياس شيبسي مدون عليها طعم رجول الفراخ، مما اثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل كثير من المواطنين حول حقيقه الامر، هل هذا موجود ام لا. ليرد رئيس شعبه المواد الغذائيه والبقاله والعطاره بغرفه الاسكندريه التجاريه حازم المنوفي ويكشف حقيقة تلك الصور. أول تعليق من شعبة البقالة بالإسكندرية. أكد رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارين بغرفة الإسكندرية التجارية أن الصور المتداولة لشيبسي بطعم رجول الفراخ عبارة عن فوتوشوب للسخرية فقط، ولا صحة لتداول شيبسي بطعم رجول الفراخ في الأسواق المصرية، وشدد على المواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء مثل هذه تلك الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، وأنه يلزم التأكد من صحة المعلومات من خلال مواقع الوزارة مع الجهات المعنية بالدولة. كما أكد المنوفي على رواد التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بعدم نشر أي صور أو أخبار غير موثوقة المصدر والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها. وأوضح المنوفي أن وزارة التموين تطلق حملات على محلات البقالة والسوبر ماركت لضبط السوق والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار، ووجه المنوفي بأهمية كتابة سعر البيع على أماكن في أماكن واضحة على عبوات كافة السلع. طبعا الموضوع استفز الناس جدا جدا جدا، يعني حتى الشيبسي كنا هناكله برجلين الفراخ أو برجول الفراخ